مش ضروري كل الروايات تكون نهايتها سعيدة. أيوة بس كده ما تبقاش رواية رومانسية، كده تبقى مأساوية، اجتماعية، أي حاجة تانية. أنا بصراحة اتضايقت قوي إن الرواية انتهت ومش مع بعض. أنت أصلا صغيرة قوي يا حبيبتي إنك تقري روايات زي دي. أنا غلطانة إني جيت معاكي الندوة. بعمل إيه؟ ما أنا اتضايقت من النهاية بجد جديدة. وأنت بصراحة عندك حق، مش معقول الدنيا كلها هتبقى نكد وغم. لازم يبقى في شوية أمل، شوية حب. بس أنا بعد كده لازم أبقى عارفة نهاية أي رواية قبل ما أقراها، عشان أبقى جاهزة وما أتضايقش كده تاني. بس تفتكري يا فرح لو إحنا عارفين نهاية قصصنا، ده هيخلينا نغير أي حاجة من اللي حصل؟ دي ده طارق بقاله نص ساعة عندك بيجيب الشنطة الروز، بترغوا في إيه كل ده؟ كويس في جديد؟ لسه حالته مش مستقر. ان شاء الله هيبقى كويس يا فرح، ما تقلقيش. للاسف مفيش اي حاجه كان ممكن تخلي فرح جاهزه للي بيحصل ده.